تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. على مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق العديد من النتائج المتميزة في شتى مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 29 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 5803 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 23 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,217,385 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,300 قضية سلع غذائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت قرابة 3,298 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 5,055 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت 216.5 طن دقيق بلدي، كما تم ضبط 4 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 46 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,880 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت ما يزيد على 207 طن دقيق وقرابة 457.5 طن سلع غذائية متنوعة، كما تم ضبط 130 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت 107.5 طن سلع مدعمة متنوعة، كما تم ضبط قضيتين في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 16 طن أسمنت وحديد تسليح، كما تم ضبط 116 قضية في مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت حوالي 1,280.5 طن أرز شعير، كما تم ضبط 240 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 93,184 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 649,810 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 238,948 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,932 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 218 سائقا منهم، كما تم المرور على 142 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 812 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية سائقين منهم، كما تم فحص 584 مركبة وتبين عدم مطابقة 22 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 316 سيارة و53 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 7,805 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 911 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 1,239 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 2,772 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 3,038 مخالفة ملصقات، وضبط 33 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية.
وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1046 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 88,233 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 80,233,340 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 451 قضية، من بينها 293 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و158 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 49 قضية بقيمة مالية بلغت 140,830,179 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2480 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 4,191,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11,951,833 جنيها.